بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس، وعنوان درسنا لهذا اليوم الوضوء، وستقدمه لكم محدثتكم الأستاذة نورة. إذا أردت الصلاة فبأي شيء تتهيأ لها؟ إذا أردنا إقامة الصلاة فكيف نتهيأ لإقامة الصلاة؟ أحسنتم، نتهيأ لها بالتطهر والوضوء. كيف نتوضأ؟ نشاهد هذا المقطع سويا نتعرف على كيفية الوضوء. الوضوء، أنوي الوضوء والنية محلها القلب، ثم أقول بسم الله، أغسل يدي إلى الرسغين 3 مرات. من السنة تخليل الأصابع بالماء، أي تمرير الماء بين الأصابع. أتمضمض بيدي اليمنى 3 مرات. أضع الماء في أنفي بيدي اليمنى، وهو ما يسمى الاستنشاق، ثم أخرجه بيدي اليسرى، وهو ما يسمى الاستنثار. أغسل وجهي كاملا 3 مرات. حد الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا. أغسل ذراعي الأيمن إلى المرفق 3 مرات. أغسل ذراعي الأيسر إلى المرفق 3 مرات. من السنة أن يزيد المتوضئ في غسل الذراع عن المرفق. أمسح رأسي كاملا بالماء ذهابا وإيابا. أمسح أذني بالماء مرة واحدة. أغسل رجلي اليمنى مع الكعب 3 مرات. أغسل رجلي اليسرى مع الكعب 3 مرات. من السنة تخليل الأصابع بالماء، أي تمرير الماء بين الأصابع. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسيان غسل العقب بالماء. أقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. حكم الوضوء: يجب الوضوء لثلاث عبادات. العبادة الأولى كما هو واضح أمامكم على الصورة، أحسنتم، الصلاة. فلا بد قبل الصلاة من الوضوء. يجب الوضوء أيضا أمامكم، أحسنتم، قبل الطواف في البيت. فقبل الطواف حول الكعبة لابد أن يكون المسلم على وضوء. أيضا يجب الوضوء من خلال الصورة، ممتاز، قبل مس المصحف، ممتاز. يسن الوضوء لعدة أمور. إذن معنى يسن الوضوء أي يعتبر سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الحالة الأولى يسن عند ذكر الله عز وجل. الثاني قبل النوم. والثالث يسن الوضوء على كل حال، فالمؤمن لابد أن يكون نظيفاً خالياً من الأوساخ والقذارة. تعرفنا في درس الوضوء على أنه يجب الوضوء لعبادات معينة، ويسن الوضوء لأمور عديدة، وتعرفنا سوياً على طريقة الوضوء الصحيحة.